بدأت مش بالشكل الطبيعي ان انا رحت درست السينما بشكل اكاديمي ودخلت معهد واتخرجت منه، اتعلمت بالتجربه وبالفرجه وبالقرايه. كنت بهتم قوي ان انا اسمع قصص المخرجين اللي طلعوا بنفس الشكل، وهتتفاجئوا من اشهر المخرجين اللي في العالم ومن انجحهم اذا كان تجاريا او فنيا، مخرجين بداوا بيعملوا افلام لو بادجت جدا او تكلفتها كانت محدوده جدا، وكانوا بيعملوها بالمتاح، ما كانوش بيحلق. يعني في مخرجين مهمين جدا بداوا، زي من اهم مخرجين الكوميديا في امريكا كيفن سميث، بدا بكاميرا صغيره جدا صور بيها اول فيلم عمله في سوبر ماركت، فيلم كلف 17000 دولار بس، فيلم طويل، وبقى دلوقتي من اهم مخرجين الكوميديا. مخرج تاني اللي هو كريستوفر نولان، اللي هو احنا طبعا اكيد معظمكم عارفه، اللي عمل باتمان وبرستيج وانسبشن، بدا اول فيلم ليه بكاميرا 16 ملم بتكليف وحشه جدا. سودربرج، يعني ممكن اقول لكم 1000 اسم من المخرجين بداوا بكاميرا وحشه بس اثبتوا موهبتهم. اهم معلومه في الفن هي ان، او اهم نصيحه من وجهه نظري ان انا استفدتها، الفكره في الفكره مش في الامكانيات. كل ما يبقى عندك فكره جديده، كل ما تعرف تقدمها باي نوع من انواع الكاميرات. ما تركزش في الامكانيات دلوقتي، ما تركزش في التكنيكاليتيز بتاعت الكاميرا نوعها ايه، الاضاءه عامله ازاي، مش كل ده ممكن يبقى بعدين. لو الناس حاسه ان في فكره جديده في اللي بيتفرجوا عليه محكيه بشكل حلو والتمثيل بتاعها حقيقي، ما تهتمش باي حاجه ثانيه، اذا كان موبايل، اذا كان اي حاجه. الموبايل اللي انا بتصور بيه دلوقتي حالا ده احسن 1000 مره من الكاميرات اللي صورت بيها اول 3 افلام قصيره عملتها في حياتي. فانت في ايدك كل يوم حاجه ممكن تطلع بيها فن، لو كويس ممكن بعدها تعمل افلام طويله، وممكن تبقى من اهم مخرجين في العالم لو انت بتقدم محتوى كويس. وانا صغير، وكنت لسه مش صغير قوي يعني، بس لما بدات اعمل افلام قصيره كنت بغلط غلطات كتير، وبعد كده بصيت على النت، كنت بحاول ادور على لو في نصايح على النت للناس بتقول ايه اللي ما يتعملش في الافلام القصيره، ولقيت كام نصيحه للاسف كمان سمعتهم متاخر شويه، فعملت اخطاء منهم كتير وقعت فيها، وهي اخطاء كتير بتحصل شائعه ما بين الناس اللي بتعمل افلام قصيره. فاحب اتكلم عنها، بس هي مش قواعد يعني، ممكن لو حاسس ان انت محتاجها اعملها، بس هي حاجه بتتكرر كاخطاء في افلام كتير قصيره. اول واحده، ان طبعا عشان ما يبقاش متاح ان الواحد يجيب دولي وتراك اللي هي المكنه اللي بتمشي عليهم الكاميرا، فالناس بتضطر تعمل زوم كتير. الزوم ده حركه عامه يعني بتتكرر في التلفزيون اكتر، وهي حركه مش سينمائيه شويه. استخدمها لو انت حابب تستخدمها، بس لو استخدمتها مضطر بتدي احساس برخص الفيلم شويه. تاني حاجه، معظم الناس تبدا اول مشهد في الفيلم بالبطل بيصحى من النوم، دي حاجه مش لطيفه، بتتكرر كتير قوي في الافلام القصيره. برضو اعملها لو انت حاسس انك محتاجها لسبب ما، بس هي من الحاجات المتكرره بشكل زياده في الافلام القصيره، فحاول تبعد عنها. تالت حاجه، الصوت الوحش. معظم الافلام القصيره صوتها وحش جدا، مش بيهتموا بتسجيل الصوت لقله الامكانيات، او لو ما عندهمش حاجات تستخدم لتسجيل الصوت بشكل كويس. ارشح لك انك تحاول تشتري على قد ما تقدر اجهزه بتسجل صوت احسن، او تاجر حد يسجل صوت في اليوم ده، الموضوع مش غالي قوي زي ما انت متخيل. تالت حاجه، الافكتس. ساعات ناس كتير بتبقى مبسوطه بافكت جديد لسه متعلماه او بتعرف تستخدمه، فتحطه غصب كده في الفيلم من غير ما تبقى الفيلم محتاج له. اوعى تفكر بكده، فكر الاول انت عايز تعمل فيلم قصه فلانيه، وبعد كده شوف ايه الافكتس اللي انت محتاجها او الخدعه اللي انت محتاجها للفيلم. خامس حاجه، ان انت بتبقى عايز تعمل فيلم لسه ما جالكش فكره كويسه، فبتفكر اعمل فيلم واقعي عن نفسي، فتعمل فكره الكاتب او المخرج اللي بيدور على حاجه يعملها او موضوع معين، فبيقع في حب الموضوع او بيهتم بالموضوع جدا. ففكره انك تعمل فيلم قصير عن كاتب بيعمل عن حاجه متكرره كتير جدا، وحاول قد ما تقدر ما تستخدمهاش الا برضه لو انت مصمم لسبب ما جواك. من عيوب الافلام القصيره كتير هي الميس كاستنج، او انك بتختار ناس مش لايقه على الدور لمجرد ان هم دول المتاحين. حاول قد ما تقدر تخش على النت تشوف ازاي، لو في ناس مهتمه تمثل، في صفحات كتير قوي لحاجات شبه كده. حاول تلاقي ممثلين على قد ما تقدر مهتمين، مش لازم يكونوا محترفين ومشهورين، بس المهم يكونوا شبه الدور اللي انت عايز تعمله. ما تختارش اول حد تقابله، شوف كذا حد. اوعى تختار اول اختيار ليك، شوف 4 5 6 7 لو عندك وقت شوف اكتر، علشان تختار احسن حد للدور. عيب تاني الافلام القصيره ان تمثيلها بيبقى وحش قوي، الناس بتوفر اكت، عايز بس تبين انها ممثله مش كويسه، فبتحاول تزود شويه في التمثيل على قد ما تقدر. التمثيل يكون انت كبني ادم وانت واقف ورا الكاميرا تصدقه، اهم ان هو يبقى شبه اللي في دماغك او الممثل قاعد يجود. حاول على قد ما تقدر تكون متصدق وانت بتتفرج عليه، حاسس ان هو
تمثيل حقيقي او كانه مشهد حقيقي بيحصل قدامك مش مشهد متمثل. من الحاجات المشهوره قوي في الافلام القصيره ان المخرج عايز يبين ان هو مخرج شاطر، فبيعمل الشوطات اللي بنسميها اياما دايركتور شوت، يعني شوت من بيحط الظرف جوه علبه الصندوق البريد فنشوف الكاميرا من جوه صندوق البريد، بيحط حاجه جوه الثلاجه فالكاميرا من جوه الثلاجه، يعني عايز يبين قوي ان انا مخرج وباخد شوطات من اماكن جديده، فبيأفور في ان هو يحط الكاميرا في اماكن غريبه. ما تستخدمش ده برضو الا لو انت حاسه وحاسه لايق وحاسه مش غريب على الفيلم وحاسه مش تنطيط انك بتقول ان انا جبت شوت جديد. حاجه تانية اللي بنسميها السيجاره الدراميه، ان انت فاكر ان البطل هو قاعد وبيشرب سيجاره وبيفكر وحاطط شويه مزيكا، ان ده ليه معنى، ده ملوش اي معنى في معظم الوقت وخصوصا في الافلام القصيره. انت المفروض بتحاول تستخدم كل ثانيه عندك، فانك كل ما تعمل فيها حتت اللي هو البطل بيفكر، البطل بيصحى من النوم بيبص من الشباك بيشرب سيجاره، على قد ما تقدر لازم يكون ده ليه معنى مش لمجرد ان شكله حلو وخلاص. في مشكلتين كبار في الافلام القصيره، اول واحده هي الفيلم القصير اللي ما بيحصلش فيه حاجه خالص، ان الفيلم اسمه اللي هو Nothing Happens Short Film، اللي هو من الاول لاخره ما حصلش فيها ولا اكت، ما شفناش فيه البطل بيتغير، ما شفناش فيه البطل بيتاثر، ما شفناش فيه حدث حقيقي. تاني مشكله ان الفيلم يبقى شبه الافلام الطويله، ان انت الفيلم قصير ميديوم او نوع في حد ذاته، ما هوش فيلم طويل. ما تحاولش تعمل كل الاحداث اللي نفسك تعملها في فيلم طويل في فيلم قصير، على قد ما تقدر حاول تخلي ان الفيلم قائم بذاته، ما تحسش ان المفروض كان يبقى ليك مالك، ما تحسش ان هو مضغوط جدا زياده عن اللزوم، وفي نفس الوقت ما بيحصلش فيه حاجه خالص. مشكله تانية ان الناس ساعات في افلام قصيره بتتكلم ببطء على اساس ان هو فيلم فني، فالناس بتتكلم ببطء قوي عن الحقيقه. يعني انا ما بقولكش انك لا تأفور في ان هو الناس بتتكلم ببطء، ولا برضه الناس بتتكلم بسرعه قوي عشان يلحقوا يعملوا كل حاجه في فيلم قصير. على قد ما تقدر خلي مشهد حقيقي، المشهد يتصدق، بعيد عن الحسابات دي، بعيد عن حسابات انا عايز اخلي شكله فني زياده او اخلي شكله كوميرشال زياده عشان يبين ان انا بعرف اعمل افلام طويله. مشكله تانية في الافلام القصيره هي مشكله الافلام النكته الواحده، ان الفيلم قايم على هو كان عنده حلاوه، ويعني راح سال الراجل عندك حلاوه؟ قال له لا هو عنده جوه، ان هو في انك تبقى بتتفرج على فيلم قصير كله قايم على فكره ان خبطت نفس الراجل اللي قالها في الاول مش عارف ايه، اللي هي الافلام اللي قايمه على فكره يعني تحس انك بتخلص في دقيقه او تخلص في اعلان 30 ثانيه بس انت عملت منها فيلم طويل، وهي قايمه بس على حدث واحد او على اكتشاف واحد كده شبه النكت. يعني مش عارف اشرحها قوي بس متاكد ان اللي هيشاف افلام قصيره كتير هيعرفوا النوع ده من الافلام. نصيحه اخيره، ابوس ايدك، ما تعملش التترات اللي في الاخر طويله. الناس في الافلام القصيره لما تيجي تتفرج عليها في السينمات بيتفرجوا على 17 فيلم ورا بعض، فكل ما التترات كانت طويله الناس بتقعد تفضل عامله كده، ما حدش مهتم مين اللي عمل ايه ومين اللي عمل ايه. حطهم حرام يعني، ما تحطش اساميهم، بس في نفس الوقت حاول تخليها في اسرع ما يمكن، لان مش زي في افلام العاديه الناس بتشوف التتر النهايه وبتخرج بره السينما، لا الناس بتبقى تشوف الفيلم تتر النهايه وبعديه فيلم تاني وبعديه تتر النهايه وبعديه فيلم تاني، فحاضر ما تقدر ما تغلسش عليهم في الموضوع ده. اهم حاجه تعمل حاجه انت مصدقها، وتعمل حاجه مختلفه، وتعمل حاجه جديده. نصيحتي الاخيره خالص، حاول لو مش لاقي قصه كويسه انت مالفها ارجع للادب، الادب مكان كويس قوي الافلام القصيره، ولو ما لقيتش في الادب حاجه عجبك ارجع للحقيقه، حقيقه مش حقيقتك انت، حقيقه ممكن تلاقيها بره في الشارع، في قصص الناس العاديه اللي انت ممكن تشوفهم في حياتك كل يوم مش عارف ان وراهم قصه تنفع فيلم. وحاول تبعد على قد ما تقدر من انك تنقي حاجات شبه الافلام اللي شفتها قبل كده على النت او في المطلق، حاول على قد ما تقدر يبقى بتجيب من سورسات بعيده عن الافلام اللي شفتها قبل كده، ادب وبعد كده الحياه الحقيقيه.